السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: تحفظ حكومي على قانون تحديد مساحات الوحدات السكنية. العلوم الصحية: البحرين تحتاج إلى كوادر تمريضية وصيادلة. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: خبراء دوليون، مردود إيجابي لجائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني في النهوض بالقطاع الصحي. تمديد السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحتها: ناصر بن حمد يشارك في احتفالية أونان. الجلاهمة لصحيفة الوطن: لا تمديد لوقف استقطاع القروض، والمركزي جهة تنفيذية. أما صحيفة البلاد فقد بينت: 99.7% التزام المنشآت بقرار حظر العمل ظهرا. اختبارات تشخيصية عن بعد للطلبة المستجدين. تفسية مزايدة لتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب السيد زهرة، والذي جاء بعنوان: كلمة جلالة الملك، المعاني الوطنية والأبعاد الإنسانية. فإلى المقال. الكلمة التي حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على توجيهها بمناسبة ختام موسم عاشوراء جاءت حافلة بالمعاني الوطنية والأبعاد الإنسانية، بداية حين يحرص جلالة الملك على أن يوجه كلمة في هذه المناسبة، فهذا تجسيد لحقيقة أن جلالته أب للجميع، أب لجميع أبناء الوطن بكل انتماءاتهم. وحين يوجه جلالته الكلمة في هذه المناسبة، فهذه ترجمة عملية لجوهر القيم والمبادئ الوطنية التي قام عليها المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته. جوهر هذه القيم والمبادئ هو احترام المواطن، واحترام انتماءاته الدينية والمذهبية، واحترام الحريات العامة المكفولة للجميع في كل المجالات، في مقدمتها الحريات الدينية. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أكد أن تصريح العمل المرن تمكن من تحقيق أهدافه مع مرور 3 سنوات على إطلاقه، خلال إحداث انخفاض حقيقي ودائم بأعداد العمالة غير النظامية، حيث وصل إلى 46,000 حتى مطلع شهر أغسطس الماضي. ومن صحيفة أخبار الخليج كذلك نقرأ أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قررت تمديد السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية بصورة استثنائية في ظل استمرار الظروف الحالية. صحيفة الوطن نطالع أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب شارك في احتفالية أونم للديانة الهندوسية، وذلك بحضور مجموعة من العاملين. وتأتي مشاركة سموه تجسيدا لمبدأ التعايش القائم على الاحترام المتبادل لحرية المعتقد في مملكة البحرين. نقلت صحيفة الوطن أن رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة أكد لصحيفة الوطن أنه لا يوجد قرار بتمديد فترة وقف استقطاع القروض المصرفية للأفراد، بينا أن أي قرار بهذا الشأن يكون حكوميا. هذا وستبدأ بعض البنوك اعتبارا من اليوم لاستقطاع قروض العملاء بعد توقف لمدة 6 أشهر.
بيّنت صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد كشف في تصريح بثه تلفزيون البحرين عن إطلاق خدمة جديدة لتحديث بطاقة الهوية عبر أجهزة خدمة ذاتية في الشهر الجاري. عاشوراء نموذج مجتمع متعايش ومتماسك عنوان مقال للكاتبة هيفاء عدوان في صحيفة الوطن، فإلى هذا المقال. على مدى تاريخ البحرين الممتد إلى مئات السنين تعايش أصحاب الأديان والطوائف في ظل دولة احترمت حقوق الجميع بل وساهمت في تقديم الدعم للجميع دون تمييز أو تفرقة. اليوم في ظل الحكم الرشيد لجلالة الملك المفدى تتجسد هذه الروح البحرينية في المكرمة الملكية السامية مطلع كل عام هجري جديد بتقديم الدعم للجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية مساهمة من جلالته للقيام بدورهم التثقيفي والتنويري وصولا لتحقيق مجتمع التعايش والمساواة والذي أصبح مضربا للمثل في المنطقة والعالم أجمع. هذا العام توافق إحياء موسم عاشوراء مع ما يعيشه العالم من ظروف وإجراءات بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما فرض وضعا استثنائيا. نشرت صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أعلن أن نسبة الالتزام بالقرار الوزاري بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة لهذا العام بلغت 99.7%. لفتت صحيفة الأيام أن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قالت رداً على مطالبات مزارعين في الحصول على أراض زراعية لاستثمارها في المجال الزراعي أنه في الوقت الحالي لا توجد أي أراض مصنفة كأراض زراعية صالحة للتوزيع وأنه سيتم دراسة تلك الطلبات. إلى ذلك بيّن الصحيفة الأيام أن الحكومة تحفظت على مشروع بقانون نيابي يلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 250 مترا مربع. ننتقل إلى صحيفة البلاد ونقرأ منها أن وزارة التربية والتعليم قامت بإجراء المقابلات والاختبارات التشخيصية للطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد عبر بث مباشر عن بعد للتعرف على مستوياتهم وقدراتهم قبل الالتحاق بالدراسة. نشر صحيفة البلاد أن مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة البنفيت وبنوك التجزئة وشركة تسهيلات البحرين أعلنوا عن إطلاق خدمة الترميز الخاصة بتشغيل خاصية الترميز للدفع اللاتلامسي للهواتف الذكية. بقلم الكاتب عبد علي الغسرى نشر الصحيفة البلاد مقالا بعنوان بين التعليم المباشر والافتراضي، فإلى المقال. لم يعد التعلم عن بعد عبر الإنترنت مجرد حاجة وقتية بل أصبح ضرورة قائمة ونهجا مستمرا للمؤسسات التعليمية، ما زاد إقبال الطلبة على مطالعة محتوى الإنترنت التعليمي فجعل ذلك من التعليم أكثر فاعلية. إن التعلم الافتراضي يساهم كثيرا في ردم الفجوة الإلكترونية بين الطلبة حيث يتساوى الطلبة في الحصول على خدمات الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة للتعلم عن بعد بتوفير منصات التعليم الإلكتروني المجانية للطلبة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد.
وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.